هذا ماشي مبرر. زيتا انت شادك ملي يديك توجعك لحقاش كيفورني عليك، ما عندك ما تقولي العكس لحقاش ما دير. سمعيني سمعيني غيتا سمعيني، انا عارف الموقف ديالك، انا عارف موقفك، انا راه ما انا راه عطاني خلاص. ماشي شدي خلينا نهضر، شنو انا الغريب؟ ما تفرجي لي في عينيك، خلينا نهضر. انت راه قلت نوضي يقول لك هذا هو خيري، ما قرش فيك الخير، عطيتك وعنده الدليل. نوضي تهضري ولا حطي حطوا لك. نوضي قولي شي حاجه، نوضي قولي شي حاجه. والله لا قال انا عطاني 500 اورو كادو، قال لي كيفاش تقول لك هذا خير؟ عطاني كادو عمرو راه غينوض عاير دافع الخير، وعطاني شوف عطاني 500 اورو وانا هنايا حتى جيت نحولها لي في البنك. ما تيقولش انت مسكين كيعاون. اه ما يقولكش لا، ولكن ديريها ولا كلبه مطيعه، ديريها ولا ها يعطيك للراس. والله تي يعطيني انا ما عنده ما يعطيني للراس، راه عارفين غايقول لك تما بقعايا فقيرتها. هذاك الشيء اللي قال لي تا انا، راه انا طلعت قلت لهم عطاها لي كادو، حقيره فقيره ما عندكش طلبه، وانا اللي درت فيك الخير وما قرتش فيك خيري ونسيتي خيري. بلوك الخاص شنو بقى ليا؟ قال لي السوشيال ميديا. طلعت ندافع على حقي، طلعت في النهار الاول انا ما ضربتش فيها، النهار الاول في اللايف الاولاني بقيت غير كنشكي انا. وعلاش ما شفتيش عندها في البريفي؟ وراه بلوكاتني. واش كتسمعي من التحت؟ المره الاولى كيفاش؟ وانا ما كنتش طالع عندك كي غير جابتها الهضره، غير قالوا لي كيفاش حسيتي. انا كنهضر عادي ماشي طالع نقدم شكوى. انا ما كنت ديك الساعات تجاه شي واحد بحال قلتي لي انت مشيتي حيد ديال الدرسه باش حسيتي، قلت لك كرفسني البنج وهادي كنعاود عادي. هادشي اللي قلتي انت ما قلتي لا خايبين؟ لا لا هادشي اللي قلت راه اللايف مسجل، انا راه حاطه عنده في الحلقه. اها حاطه عنده في الحلقه. فوتي الهدايا ما يفوتنيش. فاش انا كنهضر على حقي و تنقول هاش كاين هاش كاين، هي شنو قالت لهم؟ نادت خرجات قالت لهم طحت له سنه يلصقها وهو غير ملصق، وانا درت فيه الخير عطيته 500 اورو وبدات على السبان. واش هكا كيتعاملوا مع الناس؟ الا انا مشهوره غيتا ودارت لي هكا، فما بالك مع الناس اللي ما مشهورينش وعندهم روتور. راه عندك الثقة لدوك المشاهير اللي كتشوفي عجباهم النتيجة، أسيري شوفي الناس اللي عطاو فلوسهم وتواصلوا معايا، والله حتى تبكي عليهم بالدموع. الناس راه ما كينعسوا ما كيشوفوا، عايشين غير باراسيتامول، باش كيمشيو يهضروا معاها اش كتقول لهم؟ حنا دايرين الكارانتي غير على السنان، ما دايرينش الكارانتي على الالي والروتور والطيارة والاوتيل. لا بغيتي تجي خلص طيارتك اوتيلك واجي نشوفوا شنو عندك. هاد الخوا انت فاش كتبغيهم كتجيبيهم ما قرطحنا، فاش كتبغيهم تخوريهم كتمشي تجيب تفترهم الطيارات والفرفارات وكتسيري. ويلي على زينب واحلى زينب خوتي، قالوا لي ابو الزنوبة عافاكم. زينب فاش كتبغي تجيبهم كتجيبهم بالصلاة على النبي، فاش كتبغي الخدمة كتنصلي من المسؤولية. ايوا ها المعنى فين عقول كارانتي كاع دابا دابا من هادشي كامل خوتي. قالوا لي ابو زينب مسكينة راه ضربتنا بكادو زوين، حتى واحد ما ثاني شي ورقة. هذاك الملول ديال قولوا يطلع يوريني شي ورقة عندك، ولكن هو اذا ساتيسفي عاجبه نفس الشيء. ساتيسفي او با ما كايناش غارانتي ورقويه، كاينه غير غارانتي شفهيه. تمشي غارانتي كويس كويس. دابا اش نقول لك من هادشي كامل؟ زعموني اجي نقول لك ولينكس ها انت شفت دابا واش ما كاينش ما كايناش شي مجال انكم تطفيو هذا الغضب وانكم تشوف شي حل لهذا الشيء اللي عندك. دابا انت فاش كتحس؟ دابا قول لي امتى باش كتحس؟ باش كتحس فمك شي حاجه نورمال؟ انا غنمتص مشكلتي وغنقاد شغلي، انا كنهضر على الناس اللي تخوروا باش حتى هي تفهم بان انت محامي مع مخك تخوري. هادي راه الصحه، هادي هادي راه الصحه، هادي كنلعبوش بالصحه. انا هادشي اللي فيا ما نتمناه لكش انتيا، وانت تتمناه للناس الاخرين واخا تكون يهوديه. سمعيني خليني خليني كيفاش جملتي، خليني نهضر. ما يمكنش انا نشوف راسي انا تكرفصت تخورت وقعدت كنعاني ونقول لواحد لا راه ما كاين والو سير نتايا. واش هذا الهبل؟ هذه راه صحة الناس بحالتي، هذا راه ماشي لعب، واخا التلاعب بصحة الناس. ملي تكون سمسار كون سمسار على قد حقك وطريقك. كيف كتحس لوطيل تعامل مع اطباء اكفاء ووقف على خدمتك، قول لهم صاوبوا الناس مزيانه، هذو راه ولاد بلادي وجايين من الطرقان، وكاين اللي ما عندوش وكاين اللي مسلف وكاين اللي دار دارت وكاين اللي مشى قحب فيهم وكاين اللي مشى ما عرفت شنو دار فيهم. في الاخر انا نمشي نضرب. ما نهضروش عليك وانت كتهضر عليهم،
ولا حتى وما عندهم الصوت، ما كاين اللي غيسمعهم. انا عندي صوت ما هضروش عليك بهذا. كنقول لك امو لينكس راه بنادم راه تبقى تهضر عليه تهضر عليه. انا ما مزيتني حتى شي واحد، انا ما كنهضرش بالاسماء، انا كنهضر على اللي جايين، كنوصل اللي جايين، كنقول لهم اتونسيون. ما كاينش شي سنان كيتصاوبوا في 7 ايام، وما كاينش شي قتيل العرق كيتقتلوا السناحيه كيقتلوا لكم العرق باش ما يديروش كورون بريفوزوار باش يقتصدوا على الثمن، ما يقتلوش لكم العرق. فاش تمشي عندها لحقاش ديك الخدمه، لحقاش ديك الخدمه ديال القزاره ما تلحقش مع الناس. الا هما ولاد بلادها تخدم معاهم خدمه ديال الناس، ماشي ديال الخدمه ديال البنات. بغيتك تعاود ليا من الاول، من الاول تالاخر. شوف انا طروني مشيت معاه حتى للكلينيك. شكرا بزاف على البائحه. شفت الناس كلشي زعما كاينه، الا كلشي عاجبو الحال كيخرج بنادم كيصيب سنانو كيقولها شكرا بزاف وفرحانين وكيضحكوا. يعني ما يمكنش هذاك الكم الهائل ديال الناس كلشي هذوك كلهم ما عجبهمش الحال اولا ساكتين. اشنو تبغي كديرهم كتهددهم؟ اه وسيري هدري. فاش قالت لها وحده راه طلعت معنا البحر، قالت لها راه غنطلع التيك توك، قالت لها طلعي راه كتهددهم. واش انت ما عارفاش واش كدير؟ راه كنتي بهلا؟ واش انت ما كانتش الجيل؟ انا كنعرفو مزيان الزاويه. ايوا راكي كتعرفي، راكي كتعرفي الحقد اللي هاد. واخا تقولي لي شنو ما حقد؟ والله ما حقد. واخا هو الكبير والله ما حقد. اسمعيني، كون كان حقد حقد عليا انا اللي ضربته وخدمته هو الاول. اسمعي اسمعي اسمعي، هذيك الهضره خاوزه. خوكي انت مثلا غدا، خوكي ديك ما دارتيكي غادي تمشي تجي نونسي للبوليس وتبغي تصيفطي للحبس انت؟ شوف احنا ما عارفينش. ولينا نشوف الا هي حقودة على خوها، واش ما غتحقدش على الناس الاخرين؟ ما تبقاش تقولي لي ديك الهضره صافي. الظروف اللي داز بها هو انا عارف. كاين الظروف، ولدك ويحه هذاك الدري مسكين صغير، فين هذاك الحق؟ ولكن خاصك الظروف ديالو هو تا هو فاش داز. شنو داز؟ لا انت ما عارف والو. انا اللي كنعرفو من 2008. هذاك مسكين هذاك نوفل، هذاك نوفل تكرفس بزاف مسكين في الصبر، كبد لقى راسو بزاف. العالم كله تكرفس، هذا ماشي مبرر. مسكينه الله يرحمها والله يتولاها برحمتها، مات مسكين وباقي صغير. ترى انا ماشي سوقي، راه النبي وكان يتيم. هذا ماشي الحقد، بعيد على الحقد، هو ما كيحقدش. هذا ماشي مبرر. زيتها انت شادك ملي يديك كتوجعك، لحقاش كيفورني عليك؟ ما عندك ما تقولي لعك لحقاش تهضر. سمعيني سمعيني غيتا سمعيني، انا عارف الموقف ديالك، انا عارف موقفك. انا راه ما انا راه عطاني خلاص. ما شادني مش خلينا نهضر. شنو انا غادي نخرج لي في عينيك؟ خلينا نهضر. انت راه غادي تنوضي يقول لك هذا هو خيري، ما قرش فيك الخير، عطيتك وعنده الدليل. تنوضي تهضري ولحظه حطوا لك. نوضي قولي شي حاجه. انا قلت بينا نوضي قولي شي حاجه. والله لا انا عطاني 500 اورو كادو، قال لي كيفاش تقول لك هذا خير؟ هذا كادو عمرو راه غينوض عايد دافع على الخير. عطاني شوف، عطاني 500 اورو وانا هنايا حتى جيت حولها لي في البنك. ما تيقولش انت مسكين كيعاون. اه ما يقولكش لا، ولكن ديريها ولا كلبه مطيعه، ديريها ولا ها يعطيك للراس. والله تيعطيني انا ما عنده ما يعطيني للراس. راه عارفني غايقول لك كيما بس عيا عندك الشيء اللي قال لي. انا راه انا طلعت قلت لهم عطاها لي كادو. حقيره فقيره ما عندكش طلبه، وانا اللي درت فيك الخير وما قررتش فيك خيري ونسيتي خيري.